واحد بيقول إذا كان ثمن الخطية هو الموت ونحن كمسيحيين فقد حررنا السيد المسيح له المجد من هذا الموت. محررناش من كل أنواع الموت، يعني الموت الجسدي ما زلنا بنموت، حررنا من الموت الأبدي، ولكن الموت الأبدي يحرر منه الذين تابوا، أما الذين لم يتوبوا فينطبق عليهم ما قيل في لوقا 13:3-5 من فم السيد المسيح: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وبعدين بيقول في يوم القيامة: كيف سأحاسب على خطاياي في حين أن في حياتي بالجسد قد فعلت أعمالا صالحة أيضا وتطرق في ذهني أيضا جملة متبررين مجانا ووضع عليه اسم جميعنا، فكيف تتم محاسبتي؟ أعمالك الصالحة كلها إن عملتها ممكن خطية واحدة تضيعك تغطي على كل أعمالك الصالحة، بدليل إن السيد المسيح قال عن أعمال الرحمة في اليوم الأخير للذين على الشمال، قال لهم: اذهبوا عني الى النار المعدة لابليس وملائكته. ليه؟ لاني كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا الى اخره. وقال: مهما اي شيء مهما فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصابع فبي قد فعلتم الى اخره. فما تفتكرش اعمالك الصالحة تكفيك اذا كان عندك خطية واحدة، ممكن خطية واحدة تضيع كل حاجة، ممكن. يعني مثلا افرض واحد بيعمل اعمال صالحة عنده خطية الكبرية، ممكن بالكبرية يضيع، ممكن عنده خطية الدنس، ممكن بالدنس يضيع، ممكن عنده خطية الادانة بالادانة يضيع. وبعدين بيقول: تطرق في اذني ايضا جملة متبررين مجانا بالنعمة. متبررين مجانا يعني انت ما دفعتش ثمن التبرير اللي هو دم المسيح فاخدته مجانا، لكن دم المسيح لا يعطى لكل احد، لا يعطى لكل احد. ولذلك في يوحنا 3:16 يقول: هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد عشان يخلص جميع الناس، لكي لا يهلك جميع الذين امنوا به بل تكون لهم الحياه الابديه. اذا شرط الايمان ده لازم، وايضا شرط الاعمال الصالحه ده لازم. فمش متبررين مجانا مش معناها يستوي الخطاه والابرار، لا مش ممكن، ولكن ثمن الخطيه اللي هو الموت دفعه المسيح فاحنا خدناه مجانا، لكن شروطه الايمان والتوبه واسرار الكنيسه والاعمال الصالحه. وضع عليه اسم جميعنا، طبعا وضع عليه اسم الذين تابوا، واللي ما تابوش يبقى المسيح مش هيحمل اسمه. يعني مثلا اهو المسيح صلب، هل يقدر يهوز يقول وضع عليه اسم جميعنا؟ لا، ده مات هالك. هل يستطيع حنان وقيافة ان يقول وضع عليه اسم جميعنا؟ لا، لانه مش تائب ومش مؤمن. وهكذا الكتبة والفريسيون ما يقدروش يقول وضع عليه اسم جميعنا لانهم لم يتوبوا ولم يؤمنوا، فالشرطين دول لازمين. ما تاخدش اية واحدة وتسيب بقية الكتاب، الكتاب يؤخذ كله جملة، لكن تاخد اية وتسيب الباقي.